مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده والنهارده وبكره في نفس الميعاد على شاشه الفضائيه المصريه. بنعتذر على التاخير نظرا لكان في مباراه والبرنامج اللي قبلينا طول شويه. اكيد زي ما تعودتوا ببرنامجنا النهارده وبكره بنحلل معاكم الاخبار العالميه والمصريه وبنشوف ايه اللي بيحصل في بلدنا وبنحاول اننا نحلل المشهد السياسي ومصر النهارده فيها ايه وبكره رحب فينا بينا على فين، وفي نفس الوقت بنستضيف شخصيات في مختلف المجالات السياسيه الاقتصاديه الرياضيه والفنيه، وكمان بيكون ساعات عندنا فقرات غنائيه. نتمنى اننا نكون دايما ملبيين لرغباتكم وانتم معانا على شاشه الفضائيه المصريه من خلال النهارده وبكره. النهارده عندي فقره هامه جدا ويمكن دي استكمال لموضوع انا فتحته قبل كده، وضيف هام هتكون فقرة رئيسية هتكلم معاه حول المشهد السياسي والانتخابات الرئاسية المقبلة ورأيه في هذه الحكومة الحالية، لأنه قبل كده قال بعض الكلام والتحليلات واتأكد كلامه النهاردة أو يمكن اليومين اللي فاتوا فيما يحدث في موضوع فتنة أسوان. فالنهاردة هيكون ضيفي الأستاذ دكتور ياسر الهضيبي، المحلل السياسي والبرلماني السابق ومساعد رئيس حزب الوفد، في محاولة للوقوف على ماذا سيحدث في مصر في الأيام القادمة، تحليل وليس تنبؤ، تحليل للمشهد السياسي. مساء الخير هناء السيد. مساء نور يا شريف، وإن شاء الله نور يا رب على الجميع. والحقيقة يعني في وسط الزخم الإعلامي الموجود وفي وسط الكلام الكتير عن الإعلام والإعلام الفاسد والإعلام الحر والإعلام ده دوره لا ده مش دوره، دايما بنرجع للإعلاميين القدامى ونشوف هم كان دورهم إيه وكانوا بيعملوا إيه وليه الإعلام اختلف زمان عن دلوقتي. امبارح مصر كلها، مش بس ماسبيرو، مش بس التلفزيون المصري، ومش بس الإعلام، فقد أحد أهم يعني علم من أعلام الإعلام، كان سلطان الإعلام أستاذ محمود سلطان. أستاذ محمود سلطان بالنسبة لنا كان الأستاذ، لأن طبعا هذا الجيل يمكن يعني دلوقتي مش موجود منه كتير. أستاذ محمود سلطان مش هنتكلم عن، يعني اللي عايز يعرف تاريخه ممكن يدخل جوجل ويعرف تاريخه، وممكن أصلا والدته أو والده يحكوله عن تاريخه، لكن احنا هنكلمكم في ثواني عديدة عن أستاذ محمود سلطان نفسه، الشخص البشوش الخلوق اللي وجهه مبتسم، اللي عمرك ما تمشي كده وتقابله إلا لما هو يبادرك، يبادر بالكلام ويبادر بالسلام، رغم ان هو اللي كان الاستاذ واحنا تلامذه، بس هو اللي يجي عليك وهو اللي يسلم وعامله ايه واخبارك ايه وبتعملي ايه في شغلك، وكان يقعد ويسمعك، كان بيستخدم ودنه كتير على فكره، وده مش موجود عند الاعلاميين دلوقتي، عاده ما بيسمعوش، لا هو كان بيسمع لك، وكان شخص الحقيقه في منتهى 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 الاحترام. ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه يا رب. ربنا يرحم الإعلام الكبير محمود سلطان، وبتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأنا كنت أتشرف أن أنا أحد تلامذة الأستاذ محمود سلطان منذ أن بدأت ودخلت. كان دايما يشجع الواحد، كان دايما حتى وإحنا بناخد محاضرات معاه في معهد الإذاعة والتلفزيون كان يشجعنا ويسمعنا، وحتى لما بنغلط بيحاول أن هو يوجهنا. لما نيجي ماسبيرو وإحنا لسه في بداياتنا، وهو راجل اعلامي كبير زي ما هناء قالت، تلاقيه ينزل بالعربيه يسلم عليك، يسلم عليك ويشجعك ومش عارف، يعني مهما هنقول هذا الرجل لن نستطيع ان نفيه حقه، وعلينا ان نتذكر هذا الرجل الخلوق محمود سلطان، وحطه تحت كلمه الخلوق مليون خط. فعلا اعلامي صاحب اخلاق ستظل بعد رحيله عن دنيانا، ويكفينا ان هو طبعا حصل على نجمة سيناء وكان عضو في البرلمان من 95 ل 2000، راجل محترم وذكراه المحترمه هي التي ستظل. رحم الله الاعلامي الكبير الاستاذ محمود سلطان، ويا ريت الموجودين دلوقتي على الساحه مهما كبروا تعلموا من الاستاذ اخلاقه بس. التواضع اهم حاجه، التواضع، ربنا يرحمه يا رب. الفقرة الأولى بعد الفاصل هتكون عن الأخبار المحلية، مصر في عيون مصر، وإيه اللي بيحصل في مصر وإيه أهم الأخبار فيها، أيضا عن فقرة أخرى صحفية النهاردة تبقى رياضية. رياضية عارف رياضية قديمة أنا بقى. فقرة عن الرياضة أيضا بعد فقرة صحافة، يعني صحافة رياضية. أول فقرة معانا في الصحافة المحلية أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام هيكون معانا ومشرفنا في الاستوديو، ولكن بعد هذا الفاصل.